اليوم الحلقة ستايل شوي انترفيو، تخطيط المعماري، تخطيط الحضري. المدن تختلف بثقافة الشعوب. في محاضرة ألقاها السيد لوكا بجامعة دمشق. الكلام حيزعج المخططين لأنه دورهم جدا تقلص بعد البارادايم شيفت اوف بلانينج. جميل بصراحة. شو علاقة الاقتصاد والتخطيط؟ استوعبني، خذني على قد عقلاتي. يعني أنت لما تتعامل مع أوربان بلانينج أنت بدك تمشي على تشريع وقانون أمينوفسكي. حلوة جدا. قلة أعداد اختصاصيين عم يقدروا انهم هن يترجموا الادبيات التخطيطيه، وشو عم يصير بالحقيقه؟ هاي معلومه جديده ما كنت دريان فيها، من تحت الطاوله انت عم تشتغل. عم حاول انه العب على هي النقطه. كثير استفدت، حكيت لي كثير شغلات ما كنت بعرفها. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقوس بودكاست. بودكاست جديد وحياه جديده، قوس بودكاست. اليوم الحلقه بالشقلوب المقلوب، وحتكون مثل حلقة سي جي اي، رح تكون هيك ستايل شوي انترفيو. رح نكون عم نسأل السيد لوكا اسئلة بتخص التخطيط المعماري، تمام، والتخطيط الحضري. انا شوي مالي بالمجال نهائيا وكتير بعيد، بقى ان شاء الله حكون عم بسأل اسئلة تبع المشاهد يلي عم يحضر، تمام، وتماما يعني رح كون عم بسأل الأسئلة البديهية يلي بتخطر ببال حدا يلي عم يحضر هاي الحلقة. حلو. طيب هلا بالبداية خلينا مثلا نسألك انه كيف كانت بداياتك مع التخطيط؟ يعني انت كنت مثلا هندسة عمارة، حلو، كنا بجامعة واحدة اختصاص واحد، بعدين انت اختصيت بمجال معين واللي هو التخطيط. كيف بلشت رحلتك مع التخطيط؟ طيب هلا الصراحة أنا بلشت الموضوع بالتخطيط يعني مو بالجامعة، يعني بالجامعة تأخذ من السنة الثالثة تقريبا مواد تتعلق بالتخطيط. سواء هذا التخطيط تصميم، يعني صح، يعني يا له علاقة بالتصميم العمراني يا بالتخطيط العمراني، ويوجد يعني فرق هائل بين الجوز. فالمواد الجامعية الصراحة أنا ما حبيت التخطيط ولا كتير انسجمت معه، وما كانت علاماتي أعلى شيء. ولكن يلي فوتني بمجال التخطيط هو بس لخلصت مشروع تخرجي وانطلقت بسوق العمل. فأنا اشتغلت بمشاريع تخطيط حضري في مدينة دمشق على مستوى فوق 500 هكتار يعني بالعاصمة. فمن البراكتس أنا حبيت التخطيط الحضري والعمراني، مو من الأكاديمي. تمام. فلما يعني لما شاهدت بعيناي مثل ما بيقولوا قديش كم التأثير اللي ممكن يعمله التخطيط الحضري على تنمية أي اقتصاد أو تنمية أي دولة، فحسيت إنه له تبعات وتأثير أكبر من مجال الهندسة المعمارية. وبالتالي لما أنا اختصيت كماستر حبيت إني فوت بموضوع تخطيط المدن أو التخطيط الحضري، خصوصي لأنه مفيد للحالة أو للبيئة اللي أنا جاي منها أكتر. تمام. ولأنه إله تبعات وإله علاقة بعلوم مثل العلوم السياسية والعلوم الاقتصاد، وأيضا العلوم اللي بتتعلق بالإنسانيات، فهو مجال مركب شوي هلأ بنحكي أكتر فيه، لأنه بيخص الكوميونتي أكتر، صار بيخص مجتمع، ما بيخص فرد أو بيخص مثلا فئة اجتماعية صغيرة ساكنة بقلب مبنى. لا، أنت عم تحكي على مجال أوسع، في مجتمعات كاملة. صحيح. وفي مدن كاملة. طيب قبل ما نغوص، تتذكر لما تتذكر ده شوي، تتذكر لما حكينا على الجنراليست أنه بيكون عنده اهتمامات بكذا موضوع، فالتخطيط شامل لمواضيع أنا مهتم فيها أكثر من العمارة. هذا ما بيعني أنه أنا مالي مهندس معماري وما بشتغل بالعمارة، ولكن هن المجالين مترابطين one way. صحيح. or another، وبهالحالة فيني أنا يعني أمشي هون وأمشي. صحيح. هون تقريبا. ولكن هو اختصاص يعني مور، يعني في شغلات أنت بتكون عم تدرسها بشكل. صحيح. اختصاصي أكثر. طيب قبل ما نغوص نحن بالتفاصيل. صحيح. وتبلش تشرح لنا اكثر، خلينا ناخذ هيك اوفر فيو عن التخطيط. يعني اذا انا سالتك السؤال كالتالي، ما هو التخطيط يعني بابسط شكل؟ هلا هو الموضوع ما له بسيط ابدا. ليش؟ تماما.
لانه انت لما بتدرس بكالوريوس بعدين بتنتقل للماستر بعدين بتنتقل للبي اتش دي، مو هدول الدرجات صحيح. الاكاديميه المتعارف عليها؟ طيب شفت او سمعت حدا عم يدرس اوربن بلانينج ما في، لا ببكالوريوس؟ هو اختصاص. انا ما سمعت لحد، يعني سمعت طالبه من الصين كانت معي بالماستر قالت لي انه درست دراسات تخطيطيه بالبكالوريوس تبعها، ولكن الامر غير منتشر البتة انه الواحد يبلش بالتخطيط من البكالوريوس. ليش؟ لانه بيحتاج التخطيط معرفة أكيد. تراكمية، سواء هالمعرفة التراكمية انت اكتسبتها من هندسة العمارة او اكتسبتها من دراستك لفرع الجغرافيا بالبكالوريوس. بنحكي هلأ بعدها بنقطة مهمة بمناظير التخطيط، انه يعني الخلفية التخطيطية للناس اللي بيدرسوا تخطيط بالعادة أو مو بالعادة بالدول أوروبا الغربية تحديدا، نوعا ما جاية من ناس عندها باكراوند بالجيوغرافي مو بالله. بالاركيتكتشر مثلا. فهلأ أنت سألتي سؤال، شو هو التخطيط؟ التخطيط إذا بدك تاخده بمنحى اصطلاحي بالبداية، يعني خليني أقول شو هو، شو يعني تخطيط، بعد لي المدن على جنب. التخطيط عادة يعني يأتي من الجذر خططة، وهو بيرتبط بفعلين يعني تقريبا من كل، انت بتفتح قواميس وبتبلش بقى تشوف شو يعني وشو معني، انا بقول لك اياها من الاخر. هو بيرتبط بفعلين، الاول هو فعل اداري والثاني هو فعل حرفي. الفعل الاداري الاول هو وضع، فعل وضع. فأنت كتير بنسمع مثلاً وضعت الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية في بلدنا، تمام. وضعت خطة لتنمية البودكاست اللي عم نحكي فيه لمنصة إعلامية مثلاً، وضعت خطة لإنشاء شركة معينة مدري شو، وضعت خطة لاجتذاب مثلاً 10 لاعبين دوليين إلى نادي معين. فهي فعل وضع تقريبا بيتماشى مع المنحى الإداري بموضوع التخطيط. إذا منروح هالمنحى الثاني اللي هو الحرفي، فالفعل اللي مترابط معه هو الفعل رسمة، وهو الأقرب للهجتنا أو لللينجو اللي بيستخدمها المعماري. فمنقول مثلا رسم المهندس مخططات طوابق حلو. البناء، رسم أمينوفسكي مثلا خريطة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. حلو. فانت اول ما قالك انا رسمة، فانت بتتخيل انه في مثلا طاولة وعليها خريطة وانت عم تقوم بفعل الرسم. الرسم على هاي الخريطة. فهمت علي؟ وبالتالي لما نحن ننتقل وبنحكي على التجمعات الحضرية، لا يعني تخطيط المدن، هلأ انا اضفت لحقت المدن، انه هي بس مخططات او رسومات، ولكن تخطيط المدن فيه هذا الشق الإداري اللي نحن ما كتير بنتناوله، لأنه المدن هي يعني المركز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فتقريبا نحن وقت بنحكي عمارة وكتير بنحكي على الرسم بس، وبنفهم التخطيط رسم بس ما بنفهمه كإدارة. أوكي. يعني والفرق النقطة اللي أنت عم تحاول تحكي فيها هي إنه لا يقتصر التخطيط على رسم الخطوط والمسارات وتوضع الأبنية، لا، لأنه هذا هو، خلينا نقول، هو تابع لوضع الخطط والمخططات تبع المدن، واللي هو الشق الإداري. يعني هو ما بعد القرارات الإدارية يأتي بقى موضوع الرسم. يعني خلينا نقول هو في شقين للتخطيط، الشق الإداري المسؤول عن صحيح. أخذ القرارات واتخاذ القرارات الصحيحة بناء على كتير معطيات إلى علاقة بالسياسة والاقتصاد وهيك قصص، تمام. وبعدين في التخطيط، المرحلة العملية اللي هي بقى تحويل هدول القرارات لخطوط ومخططات. الترجمة يعني. فأنت جميل. لما مثلا بيجتمع مجموعة من أعضاء البرلمان معين ويتخذون قرار بوضع خطة معينة اقتصادية للتنمية، فهل نطلق عليهم اسم مخططين؟ هن جزء من عملية صحيح. التخطيط، ومخطط المدن يتشارك معهم بوضع هاي الخطة. هنحكي هلا عن دور المخطط أكثر، ولكن أنا بس عم بدخل بالاصطلاح هلا. إذا في شغلة بس بدي نوه عليها، إنه في فرق بين التخطيط
والتنظيم أمينوفسكي. شو يعني تخطيط وشو يعني تنظيم؟ أحيانا بتفتح مثلا مواقع عربية بتلاقي بيعرفوا تخطيط المدن على أنه هو أو أوربان بلانينج بيسموه تنظيم المدن، تمام، وهذا خطأ لغوي يجب على المكتبة العربية أن تتخلص منه بأسرع وقت. طيب كيف؟ ليش؟ ليش؟ تمام. لأنه التخطيط ليش؟ أنا هون معرفها بنقطة مهمة، أنه التخطيط يعنى بوضع الأهداف واستشراف المستقبل حسب المؤشرات والمعلومات المتوافرة بين يدي المخطط، بينما التنظيم يعنى بعمليات التنسيق والترتيب والهيكلة لتنفيذ هي الأهداف اللي وضعت في المخططات الأولى للمشروع. اثنيناتهم تحت التخطيط، فالتخطيط يسبق التنظيم. تمام، بس اثنيناتهم ضمن، يعني التنظيم يندرج ضمن التخطيط، ولكن ما هو ال... أيوة هي النقطة، برافو عليك. التنظيم يندرج تحت التخطيط، التخطيط عملية هوليستيك تحت فيها إدارة، تحت فيها تصميم، تحت فيها تنسيق، تحت فيها تنظيم، وبالتالي لا يمكن ترجمة شيء اسمه أوربان بلانينج لتنظيم المدن. الدليل على كلامي هو إذا بتفتح جوجل أو بتفتح أي لتريتشر أجنبي بيتعلق بالتخطيط الحضري، يعني أدبيات التخطيط الحضري، ما بتلاقي شيء اسمه أوربان أورجانايزينج. صح، ما في هيك شيء أورجانايزينج. ولكن إذا بتفتح جوجل وكتب بالعربي تنظيم المدن، بيطلع لك قصص، بيطلع لك عندك يعني مواقع رسمية لدول عربية بتحط قانون اسمه قانون مدري شو لتنظيم المدن. لأقول لك شغلة، ليش في هذا اللغط؟ لأنه أصلا يعني علم التخطيط الحضري بشكله الحالي يلي متبلور بعد الثورة الصناعية هو علم قائم على أسس أجنبية. صحيح، يعني اللي أنشأه وأسسه وبلشه هن الأجانب، لأنه أسس سياسية الأسبقية المعرفية. مو قصة أنه أجانب وعرب وهن بيفهموا ونحن ما بنفهم، لا، ولكن يمكن شيء له علاقة بالاقتصاد، بالرأسمالية، بالسياسة كذا، ولهيك صار صحيح في دول دراسات 100%. لأنه فيني أقول لك أنه لأنه هي مرتبطة بالتصنيع، والدول المصنعة في هذا الكوكب يعني هن اللي قاعدين بالسنتر، هن ويسترن يوروب ونورث أمريكا إن كندا تقريبا، والصين. في بلدان بيسموها industrializing countries أو states، هدول بيكونوا على سكة التصنيع، يعني لسه ما فاتوا على السنتر، هن semi peripheral states مثل اليابان مثلا، مثل هلأ عم تفوت بهالموضوع مثلا المملكة العربية السعودية. باقي ما تبقى من كل هدول البلدان الموجودة على سطح الكرة الأرضية هن واقعين بالمحيط، يعني بالبيريفير. شو يعني؟ المهم أنا اللي قلت لك يا أنه نحن وضحنا التخطيط اصطلاحا وربطناه بالفعلين وضعه ورسمه، وحكينا شو الفرق بين التخطيط والتنظيم، وتحدثنا أنه التخطيط يشمل التنظيم ويسبقه. تمام، هاي عم بحكي يعني إداريا ولغويا وحتى كمراجع أجنبية. فهذا يعني بصراحة كتير في شغلات، يعني في نقط أنت وضحت لي إياها أنا كنت مستحيل مثلاً إنه حس إنه في غلط إذا واحد عم يقول تنظيم مدن. بجوز يعني كلمة التخطيط أوكي، بتحس إنه فيها خطة، فيها يعني فيها بلان، خطة تبع إنه أنت عم تخطط لقدام شو بيصير وشو ممكن يصير وهدول الأمور. التنظيم مور إله علاقة، بتحس إنه بخطوط الحركة والسير وكذا، وتنظيم الأفراد بقى وتنظيم هدول الأمور بقى، بتحس أبسط من موضوع التخطيط. التخطيط فيه أفكار، فيه كونسبتس، فيه قصص، هيك كلام جميل جدا. طيب أنت وعم تحكي قبل شوي قلت لي خلينا نبعد عن الأوربانيزم، هلا مات اللي حضري ومات اللي مدري شو. طيب شو يعني شو ليش عم تفرق بين التخطيط والتخطيط الحضري وكأنه ما هنن شيء واحد؟ يعني شو التخطيط الحضري؟ طيب هون شو التخطيط الحضري؟ هلا أنا هون محضر بعض الجمل اللي إلها علاقة بالتخطيط الحضري كدراسة أكاديمية، يعني من أدبيات التخطيط بحد ذاته. يعني وأنا معتمد بكلامي بهي الفقرة
إذا بدي أحكي على التخطيط الحضري، على كتاب اسمه The Handbook, Oxford Handbook of Urban Planning by Weber Crane. طبعا هو تجميع حلو. لعدد من المؤلفات موضوعة في كتاب واحد، يمكن هلأ أجيب لكم. وأنا استلخصت منه بعضا من هذه العبارات وأنا بكمل عليها. يعني بالبداية اللي بدي أقوله للعالم أنه التخطيط الحضري هو جميل. تخصص جديد نسبيا. يعني أنا وقت أحكي لك على تخطيط المدينة، مدينة صحيح. ما بين النهرين، على الميسوبوتاميان أركيتكتشر، وعم بحكي لك على تخطيط المدينة اليونانية، لا يعني أي شيء بما يحدث في مدننا الآن، وليس له علاقة بأي سياسات regulations طيب، theories عندي بالشيء سؤال، الموجود. عندي سؤال. يعني الشيء اللي انت عم تحاول تقوله انه نحن قبل ك human beings نحن كنا نجرو organically، يعني ما كان في هذا التخطيط والنظرة اللي من فوق صحيح. تبع انه نحن كيف هلأ ممكن expand او كيف نحن هلأ ممكن ننتشر ونبني مدن ونعيش بقلبهم، كانت organically تبع تعال نعمل هلأ في ارنة فاضية تعال نعمر فيها او شيء هيك. هيك انت المقصد؟ ايوه 100%. حلو. يعني اورجانيك يعني ما في كومبلكسيتيز، يعني ما في داعي اصلا لمخطط. بيقتصر دور المخطط، يمكن يكون الملك هو نفسه المخطط، انه يا ابني اعمل لي قصر هون، اعمل لي الزيقوره اللي هي، اعمل لي المعبد بالشرق، والباقي اعمله مساكن للرعيه. تمام 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 عرفت انه ما في هي هلا بتبين معنا اكثر، ولكن خليني اكمل الفكره هي. حلو جميل. طبعا حتى التخطيط الحضري بسبب يفاعه هذا الاختصاص الريل او الحقل، هو بيفتقر لقاعده صلبه يرسي عليها قواعده، وهل يفاعه كمان جعلته مرن لتبني نظريات عده منه. فنحن لما نقول social science، لما نقول علوم اجتماعية، هل تخطيط المدن يندرج تحت العلوم الاجتماعية؟ جزء منه. صحيح. هل هو فيه شيء علوم بيئية؟ طبعا. هل فيه علوم سياسية؟ طبعا. هل فيه أفكار اقتصادية؟ طبعا. معناته هو عبارة عن تجميعة، لازم يكون عندك background بكذا موضوع ودارس بكذا موضوع لحتى أنت تقدر تشتغل أو تفهم أكثر شو يعني تخطيط حضري. اللي وحتى بيجي في بيقول لك تعريف التخطيط الحضري هو بيم 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 بيم، ما في. اللي بيجي بيقول لك تعريف واضح وكلير والكل مجتمع عليه، ما في. لأنه المدن تختلف بثقافة الشعوب، كل شعب إلى مدنه وهي تطورت وعنده أوربان جروث مختلف عن تجمع صحيح. تاني، وبالتالي الأسس التخطيطية لكل بلد مختلفة عن الأسس للبلد الآخر. وبالتالي العملية التعليمية للتخطيط الحضري تختلف كمان من مكان لآخر. يعني أنت ممكن تكون متخرج تخطيط مدن من جامعة عين شمس في القاهرة بالمصر، تجتمع مع مخطط مدن من خريج سان فرانسيسكو، UCLA University كاليفورنيا، مدري شو، ما بتفهموا على بعض، ما في لغة مشتركة كل حدا مثلا، بقى عم يدرس حسب تعرفوا الريجن. بالهدول البدايات. بس كل واحد له ستانس، كل واحد له توجه. هلا بحكي على التوجهات اكثر، ولكن بيطرح هذا الكتاب تساؤل انه يعني عم بيقول يمكن التخطيط الحضري هي اخويه يعني من حلالي المشاكل، الاشخاص العموميين، فعليا بذاكر كلمه جنراليست، والاشخاص المثاليين والمهاجرين من تخصصات اخرى. شو يعني المهاجرين من تخصصات مثل ما أخرى؟ يعني أنا بالكورس تبعي لقيت عالم دارسين وجيوغرافي وكذا. أيوة أنا جاي كنت على الكورس. أيوة أنا جاي على الكورس كنت من خلفية معمارية، فكرت كل العالم حيكونوا ذو خلفية معمارية، ولكن طلع عندي رفيق دارس سوسيولوجي يعني علم اجتماع، طلع عندي رفيق دارس إيكونوميك، طلعت عندي رفيقة دارسة إنجليش لتريتشر، English literature. وبالتالي هي أوكي. تجميعة، يعني ما في قاعدة أو عقيدة راسخة وتقليد راسخ ينعكس، وهذا الشيء بينعكس على عدم التشاركية الفكرية بين دارسين هذا التخصص نفسه. طب أنا شو عم بعمل لك هون؟ شو حلو أنا الاختصاص هون عم بشرح لك ليش. إيه سؤال ممكن حدا يطرح، طب أنت شو طالع تحكي لنا إذا عنا شيء وعنكم شيء؟
انا ما بدعو لينتقل التوجه التخطيطي ببلد او باخر من توجه لتوجه، ولكن انا ادعو لحتى يلقي نظره على التوجهات الاخرى. فانا يعني انا اللي كنت في بلدي منشغل بعلوم التخطيط وبالبراكتس تبعها، ما عندي معلومات، كان ما عندي معلومات انه ممكن حدا يدرس سوسيولوجي ويدرس تخطيط مدن. جيت وعرفت، ولهيك انا هون موجود لحتى اقول لك هي المعلومه. ففعليا هذا هلا موقعي. الشغله المهمه بالتخطيط الحضري انه تختلف عن مثيلاتها بالعلوم الاجتماعيه، انه هو ما له بس علم تنظيري، يعني لا يعنى فقط بالنظريات ولكن يعنى بتطبيق هذه النظريه على الارض. فكما يوجد يعني في المخطط المنظر، في المخطط المنفذ على ارض الواقع. فتقريبا يمكن جاوبت على هذا السؤال، شو يعني التخطيط الحضري بهدول الهي. ولكن كمان بدي اذكر شغله مهمه اخيره عن الموضوع، انه يلي عم يشوف التخطيط من ناحيه او منظور الستاندرات as an offered which is ما له حديثي هلا، يعني انا مالي طالع لك عرض الشارع 12 متر ل 15 متر والشارع الثانوي 8 متر ل 10 متر. كل هدول فيك تلاقيهم بمرجعين او ثلاث مراجع مهمين، كلام مهم، وهن العالميات. الاول بس هو لاذكرهم ويطلعوا على الشاشه، Planning and Urban Design Standards provided by American Planning Association، اسمها الـ APA او نقابه المخططين، يعني نقابه المخططين اللي بامريكا. هذا المجلد طلع بال 2006 وفيه كل هدول الستاندرد. وفي كمان تو ببلشرز موجودين مهمين، هن ICMA's تو جرين بوكس، هن جرين بوكس، تو جرين بوكس. الاول هو The Practice of Local Government Planning، طلع بال 2000. وعندك Local Planning Contemporary Principles and Practice، كمان هذا طلع بال 2000. شغل وين هدول؟ فهدول الثلاث مراجع سجلهم عندك. شو هن؟ قلت اول واحد سان فرانسيسكو، أمريكا. كله امريكا. مو سان فرانسيسكو، من الاي بي اي او الامريكان بلانينج اسوسيشن. تقريبا هدول بيغطوا موضوع الستاندردز. حلو. تمام. والارقام انا ما جاي احكي على الستاندردز هلا. اوكي. فتماما هذا الشيء، يعني تقريبا وصلت فكره شو يعني تخطيط حضري. بتذكر في محاضره القاها السيد لوكا بجامعه دمشق بعد ما يعني خلص اختصاصه بلندن، عنوان المحاضره كان من لندن الى دمشق، وكان البوستر تبع هاي المحاضره يعني المنظر تبع المدينة لندن من فوق ومدينة دمشق من فوق، وعامل فيد بيناتهم. بقى كان عم يحكي عن هذا التنوع واختلاف التخطيط من ريجن لريجن وهدول الأمور. بصراحة كانت محاضرة شيقة جدا. بس هلأ ماش يعني حكيت أنت معلومات يعني مور اندبث، أنا فهمت عليك أكتر بصراحة، يعني أعطيتني الموضوع من البداية عرفت. وخلينا نكمل. طيب جميل جميل، حلو حلو حلو، شكرا كثير على الكلام الظريف المينوفسكي. والله اللي راحت عليه المحاضرة راحت عليه. على فكرة المحاضرة والبوستر كنت عامله بطريقة، وكنت قاعد مع مينوفسكي وهو عدل لي عليه جرافيكيا وطلع بالصورة الجميلة اللي انتشر فيها. فيعني في كريدت كثير كبير جرافيكيا لك. حبيبي حبيبي ياك. هلا سمعتك انت كذا مره وقت نقلبه لمربع، يمكن كان البوستر بالطول. تماما تماما. طيب خلينا نحكي شوي هيك، يعني عم تحكي انت كنت انه في اختلاف من بلد لبلد، البلدان العربيه غير البلدان الثانية، الأمريكا غير أوروبا، أوروبا غير الصين غير كذا. أوكي يختلف الموضوع من ريجن لريجن. ممكن هيك تعطيني كم مثال تشرح صحيح. لي أكثر أنه مثلا كيف يختلف البلدان العربية عن البلدان الباقية. ها هون بدنا ندخل بموضوع اللي هو بيسموه planning approach. planning approach أنه من أي ناحية الدول
بتحاول تخطط مدنها لازم يكون في أولوية. هلأ في 3 عدادات رئيسية لهدول حلو. الأولويات. العداد الأول هو بسميه social approach أو المنحى الاجتماعي، يعني بتكون البلد أسسها التخطيطية مبنية من تحت لفوق، يعني من أصغر وحدة بالمجتمع، من التخطيط على مستوى الحي وأنت حلو. بتطلع. فالمجتمع نفسه ممكن يساهم بشكل كتير كبير بصنع المخططات للمدينة، وبالتالي هذا الابروتش هو مور سوشيال، هو مور متعلق بالكوميونتي، مور متعلق بالتشاركيه، بالبارتيسيبيشن، بالانتجريشن، بصناعه القرار بين صناع القرار، او خلينا نقول النخبويين، مو النخبويين يلي هن عم بيمثلوا السلطه المعينه اللي هو يعني هي عم تحط الديسيجن ميكينج، بتعمل ديسيجن ميكينج، وبين المواطن الماشي بياع الترموس. يعني اصلي العملية التشاركية بيناتهم بسموها هي social approach. الدول في من الدول اللي بتفوت بالموضوع social approach أو هي عندها العداد الأكبر بالsocial approach أو بالمنحة الاجتماعي، المملكة المتحدة اللي أنا هلأ درست فيها. عندك دول مثل الدول الإسكندنافية، جميل. مثل السويد مثلا. هلأ انتبه، شايف كيف السويد بيقولوا لها دولة اشتراكية نوعا ما، لأنه في الضرائب فيها جدا عالية وهالحكي، وبتأمن مثلا تعليم مجاني، صحيح. صحة مجانية، مدري شو مجاني، هالحكي هذا، بتساعد كتير، تنفق كتير، الانفاق الحكومي جدا عالي. فالتخطيط اجتماعي. بننتقل للأبروتش الثاني اللي هو المنظور، خليني اسميه الاقتصادي أو الإيكونوميكال أبروتش. أحياناً اللي بيقود العملية التخطيطية في بلد ما هو اقتصادي، يعني أغلب الدارسين أو المحرك الأول للعملية التخطيطية بيكون نابع من الاقتصاد، وبالتالي أنت بدك خبراء اقتصاديين. مثل دول عم فيها نمو اقتصادي رهيب مرتبط بنمو عمراني رهيب، مثل دبي، مثل الإمارات العربية المتحدة، مثل الصين. جميل. صح. الصين عندها أبروتش فظيع اقتصادي. ايكونوميكال. هو النمبر 1. النمبر 1 مو عم بقول انه عم يلغوا السوشيال ابروتش، ولكن النمبر 1 الاولويه البرايورتي عم تكون للايكونوميكال ابروتش. حلو. المنظور الثالث هو اللي بيهم الكتار، اللي هو المنظور الجمالي او المعماري او الشكلي. الدول العربية تقريبا كلها، أمريكا اللاتينية، معظم دول شرق أوروبا تقريبا. على فكرة كل اللي لقيتهم ذو خلفية معمارية وعم درسوا تخطيط بكورسي جايين من بوليفيا، الأرجنتين، بيرو. حلو. عنا هذا الابروتش اللي المعماري، اللي نحن بنطلع على شكل التجمع الحضري قبل ما نحكم شو عم يصير بقلب التجمع الحضري، هل المواطن مرتاح ولا لا ما بيهمني. اوكي. يعني نحن بنفكر بطريقه بيهمني تصميميه تكون والله حلوه، ومن بعد أيوة. شوي عن المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي، مع انه انت ذكرته من اول لانك انت عارفان انه قديش هو هذا الشيء المحوري بصراحه. ولما كنت عم تحكي على انه بجامعتك طبعاً. تعدد الاختصاصات، يعني قديش شيء جميل انه انت تكون عم تشتغلوا بشيء واحد، كلياتكم باختصاص واحد ضمن اختصاص واحد، بس هذا عم يحكي بشيء وهذا عم يحكي بشيء، وهذا في عنده وجهة نظر هون، وعم تحاولوا بقى صحيح. تتكاتفوا لحتى توصلوا للحل الامثل لهي خلينا نقول المشكله او للتخطيط مية للخطه مية. لوضع بقى هي الخطة. يعني انت بتستفيد حتى كخبرات، يعني بتلاقي واحد اقتصادي قدامك عم يحكي بنقاط انت قد تغيب عنك، واحد دارس سايكولوجي. جميل بصراحة، حبتني الاختصاص كتير. صحيح. الدليل الدليل على كلامي، بعض الناس كانت تقول عم تبالغ، لا نحن كتير منهتم ب الأطلشي طالب عمارة عم يدرس تخطيط بالسنين الثالثة والرابعة والخامسة، وخليه شوف مشاريعهم أو احكي معهم وحاول تشوف شو عم يصير،
تقريبا هو عم يصنع لوحة، يعني عم يصنع لوحة تشكيلية بالمخطط تماما. يعني. بيعتمد على الستاندرات، بس بالاخير بيقول لك شوف هالساحه ما احلاها، الربطه مع المحور البصري مع المحور الحركي، بيعملوا لك هون شكل تجمع حلو، شوف بس هيك ما جميل، لك احلاها. جميل هذا دائما الشيء. في يعني ذكرى انا معك انه هو ما له اي شيء محوري، بس لما يصير تكاتف تبع هاي الخبرة مع الاقتصاديين والاجتماعيين والجغرافيين وهدول الاختصاصات كلها، بيطلع شيء يعني. صح. ولكن أنا عم بحكي على نقطة إنه الأولوية السياسية للدولة إذا كانت تتعلق بالتصميم أولاً، أو الأبروتش هو نابع من التصميم، تختلف العملية كلياً إذا سياسة الدولة متجهة نحو الاقتصاد أو متجهة تماما. للنواحي الاجتماعية. في كان مثال، ايه بدي اقول لك، كل ما كانت الدولة متجهة لسياسات رأسمالية أكثر، فهي بتروح للمنحى الاقتصادي بالتخطيط اقتصادي. الحضري، مثل أمريكا حتى، مثل الصين، مثل دبي. لما الدولة بتكون أكثر سياسيا اشتراكية، فهي مثل بتروح السويد. للمنحى الاجتماعي. طب هي يا لوكا، أنت عم تحكي إنه يعني كليا هيك او هيك؟ لا، في دول نص نص، في دول بتطبق سياسات رأسمالية واشتراكية بنفس الوقت، مثل المملكة المتحدة، حيث التعليم والصحة مجانيات. التعليم والصحة هون مجانيات، طبعا التعليم قصدي للمرحلة الجامعية. بينما بأمريكا القطاع الصحي كله خاص، معناتها متوحشة رأسماليا اكثر، وبالتالي صحيح. منحاها التخطيطي هو اقتصادي بالدرجة الأولى، يليه الأشكال افتح أي مدينة أمريكية، يغلب على جميع المدن الأمريكية التخطيط الشطرنجي. افتحها على خريطة باريس، بتلاقي البوليفاردات والحلاوة والساحات والنجمات فشايف كيف مثلا بتأثر العملية الفكرية على المنتج التخطيطي؟ أكيد. لكن يعني وين الجمالية؟ وين الجماليات بتخطيط المدن الأمريكية؟ ما شطرنجيين، في. صحيح. تقاطعات رباعية في كل مكان. طبعا أنا ما عم بحكي 95%. تمام. فهي الفكرة يعني، يا رب تكون وصلت المعلومة بالشكل الصحيح. وصلت بصراحة، وفي شرح جميل جدا، بس أنا حسيت إنه يعني انزعجت، مو انزعجت ولكن مؤلم الموضوع، إنه تحسه الموضوع طالع من إيدك، يعني أنت مالك خيار فيه. وقد تكون يعني أنت مثلا، أنت كلوكا أوكي نوعا ما أنت قد تساهم بطريقة معينة، بس حتى مساهمتك رح تكون يعني إلها علاقة بالمنحة يلي أخذته الشق الإداري مثل ما حكينا. هذا هو جوهر النقطة اللي بدي أوصلكم إياها، إنه اختلف دور المخطط من الخمسينات، ستينات، سبعينات، للثمانينات، تسعينات، ألفينات، لهلا. دور المخطط في شيء بالتخطيط اسمه the paradigm shift of planning. انتقل دور المخطط من هذا النخبوي لوكوربوزيه اللي بده يمحي ويشيل ويحط ويعمل كثافات على كيفه، يكون هيك برفقة مثلا وزير الاقتصاد ووزير التخطيط، واثنين عم يتناقشوا بشق الطرق هي النخبوية وشو بيقولوا، يعني العنجهية للمخطط، حلوة للمخطط بس ما لها حلوة للناس اللي تحت. وبالتالي الكلام حيزعج المخططين، لانه دورهم جدا تقلص بعد البارادايم شيفت اوف بلاننج، لحتى يصيروا مودريترز. يعني مودريترز يعني مترجمين. بتعرفوا هذا الحلال المشاكل بيقعد على الطاوله، في عندك صناع قرار وفي عندك بياعين مثلا ترمس، ومن عامه الشعب وبده يعرف يوفق بيناتهم ويحكي لغه هاد ولغه هاد ويرابطهم مع بعض. هذا دور المخطط هلا، مودريتر. بس يعني حلو، ستيل في دور كتير كبير. يعني فايز. انت كمان كاختصاصي لما بتقعد بالنص، اذا كنت عم تشتغل يعني بضمير
وعرفان انت هدول النقط وهدول المشاكل، وقد يعني صح خطر لك حلول لحتى بقى تحل هدول المشاكل يلي ممكن يكون اصحاب القرار مثلا ما عم يطلعوا عليها ابدا، ولكن انت خلال تصميمك وخلال الحلول يلي عم تطلع معك قدرت تلاقي حل لهذا الموضوع، فانجاز كتير جميل وشيء انساني ورائع، وحبيت الاختصاص. جميل جميل جدا بصراحة، شرح جميل وكافي ووافي ولطيف ورائع، وأبدعت سيد لوكا. هلا بس في عندي نقطة بصراحة، أنت عم يعني بشام يعني مو شوية exaggeration لما عم تقول أنت ما في مبالغة لما عم تقولي التخطيط كتير يرتبط بالاقتصاد وفي economical approach كاملة، يعني خلص إنه أنا بس بعتمد على موضوع الاقتصادي بالابروتش تبع التخطيط تبعي، ما أنت عم تخطط هالمدينة وعم تحط الشوارع والأبنية وكيف ممكن يكون التجمعات وهيك، يعني اوكي تمام. انا استوعبني، خدني على قد عقلاتي وقل لي كيف ممكن يرتبط التخطيط بالاقتصاد لهالدرجة. حلو. هلا جواب هذا السؤال له علاقة يعني بشق شوي نظري بدي أحكي فيه، إنه بداية لحتى أنت تفهم العملية التخطيطية بعيدا عن كل الأسبكتس اللي حكيت فيها، مثلا سياسة، ثقافة، علم اجتماع، هالحكي. موضوع الاقتصاد بدك يعني تدرسه من البداية، ويفضل إنك تبلش تدرس مين هو آدم سميث يلي حكينا عنه بالحلقة الأولى، بالحلقة لأنه الأولى آدم صح. سميث هو الشخص يلي معه بلش الفكر الليبرالي، وبلش فكر الاقتصاد الحر والمفتوح يلي أدى بوقتنا الحالي لكلمة بنسمعها كتير اللي هي الخصخصة أو البرايفتايزيشن. الخصخصة أو دخول القطاع الخاص بشكل كتير كبير بالعملية التخطيطية. شايف كيف لما أنت بدك تحكي عملية تخطيطية وخصخصة وإنفاق حكومي مثلا، هدول كل المصطلحات كلها العلاقة بعلم الاقتصاد. وبالتالي أنا ما عم بقول لك إنك لك أنت تروح تدرس اقتصاد وإحصاء وتفوت فيها in depth، ولكن تفهم المصطلحات. تتذكر لما حكينا عن الترمينولوجيز، لازم تعرف المصطلحات والمفردات بشكل كتير كبير لحتى تقدر يكون عندك لغة تواصل معك وبينك وبين صحيح العالم. صحيح بين رقم الاختصاصين اثنين، أكيد. لما انت تقعد بجلسة تخطيطية ويكون فيها صناع قرار، حكما بيناتهم لصناع القرار في شخص او في اشخاص لهم علاقة بالاقتصاد، في لهم علاقة بالمصاري، فانت هدول بدهم يحكوا مصطلحات، بدهم يحكوا معك، بدهم يحكوا بكونسبتس، بدهم يطرحوا ايدياز، افكار، فانت بدك تعرف ترد وتعرف تحكي وتعرف تجابه معه. طيب، لو اوضح موضوع ليش الاقتصاد مهم بالعمليه التخطيطيه او بتخطيط المدن، وهو جانب يعني نحن ما بندرسه بنوب، غير المصطلحات. لا نلقي له بالا. حاخذك من منظور الفن للعماره للتخطيط. طيب، لحتى اوضح لك الفرق امينوفسكي بين او شو علاقه الاقتصاد والتخطيط، حاخذ لك اياها بثلاث مراحل لحتى الكل يقدر يستوعب معي شو العلاقة. انت اذا فنان مثلا، شو بتكلفك العملية، عملية الرسم، شو بتكلفك عملية الفن؟ عم نحكي على الفنون اليدوية. أدوات يعني ميزانية، الأدوات يعني الألوان والكانفاس ميزانيتك تتعلق بهدول الأدوات، بالكانفاس، بالورق، بالريش، بالأقلام، وبتنتقل اذا كنت انت ديجيتال ارتست مثلا مثلك، لللابتوب، للسوفت وير، للهارد وير يكون قوي. ميزانيتك تتعلق بهدول الاشياء، ممكن تكون tools كتير and غالية. equipment. ولكن خلينا ننتقل للعمارة لنشوف العمارة عندك كمان ادوات لس يعني لدجري اقل من الرسم، ولكن بيضل عندك ادوات، وبتنتقل هاي الادوات لتصير كمان تكنولوجية. اذا بدك انت باد للرسم، صار بدك كمبيوتر، صار بدك برامج، صار بدك هدول. وايضا في هناك ميزانية التنفيذ، يعني انت لما تنفذ عمارة عندك المنحة، صرف المصاري او الانفاق على 3 شغلات رئيسية اللي هي العمال، الليبر، والاختصاصيين، و مواد البناء. هدول أهم 3. طب أنا لما أحكي لك شو يعني تمام اختصاصيين، يعني أنت إذا بتعدهم بالعمارة
او انت لما تنفذ بناء عم تحكي على مهندس انشائي، مهندس معماري، مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي، وبعض الاختصاصات الاخرى المتبقيه، وعمال عم بحكي ومواد بناء. هاها لما انا فوت بالتنفيذ المخططات التنظيميه للمدن، سواء هدول المخططات مدن مستحدثه جديده من العدم، مثلا مثل مدينه برازيليا عاصمه البرازيل، هي الجديده كان عاصمه البرازيل قبل ريو دي جينيرو مدري ساو باولو، لا ريو دي جينيرو. المهم مثل مدينة برازيليا انت عم تستحدثها من العدم، او انت عم تعمل اوربان اكستنشن، يعني عم تتمدمد بالمدينة، عم تعمل لها اوربان سبريد، او عم يصير في عندك ضاحية جديدة عم تعملها، او مخطط جديد، فانت بتضرب ميزانية العمارة باضعاف. ليش؟ لانه عد على ايدك شو بدك ميزانيات لموضوع التخطيط. بالبداية كمان عندك مواد البناء، عندك اختصاصيين أكثر من العملية المعمارية، لأنه عندك أنت شوارع وبنى تحتية طبعا. صار بالموضوع، وعندك اختصاصيين طبعا. اقتصاديين، واختصاصيين بعلوم الاجتماع، واختصاصيين بمدري شو، فكلهم هدول بيكتروا الاختصاصيين عليك، وعندك عمال أو يد عاملة أو ليبر بشكل فظيع، عندك بنى تحتية أو انفراستراكتشر جدا بتكلف مصاري، عندك غير هيك اتفاقيات على مستوى محلي ودولي. يعني انت لما بدك تعمل مشروع تخطيطي في شيء اسمه ميزانية. طب انا من وين بدي انفق، يعني من وين بدي اجيب مصاري لانفق على هذا المشروع الكبير؟ اوكي انا قدران اتحمل، مثلا كحكومة انا قدران اتحمل تكلفة بناء واحد، ولكن لما تنتقل العملية لاكثر من بناء، لمجمعات سكنية او مجمعات جديدة، فانت بدك انفاق. يا اما الدولة بتكون غنية أو بتكون اشتراكية وبتلم ضرائب كتير وعندها ثروات نفطية مثل النرويج أو الدول الخليج، بتقدر أنه تنفق على هدول المشاريع، أو هي حتستدان أو تتدين من الدول الثانية، وبالتالي هي يعني وقت أنت تتدين حيصير عندك عبء مالي، أو بدك تدخل ناس اسمهم القطاع الخاص. القطاع الخاص هون إن احنا فتنا بالخصخصة، عرفت؟ للنقطة اللي بعدها، أنت محتاج للميكس هذا اللي حطيته كمان سياسات وتشريعات وقوانين. يعني أنت لما تتعامل مع أوربان بلانينج أنت بدك تمشي على تشريع وقانون أمينوفسكي. التشريعات والسياسات، في فرع كامل من الأوربان بلانينج يتعلق بالأوربان بوليسي أو السياسات التخطيطية، urban regulations. شو الريجوليشن اللي انت ماشي عليها؟ ليك كل الدول في إلا تشريعات، ولكن بتختلف، مو بتختلف التشريعات، بتختلف كيف انت بتفهم التشريعات وقديش نسبة وصولك إلى قديش الأكسس على هدول التشريعات. يعني مثلا أنا دراستي كلها اللي كانت هون كانت تتعلق كمان بشق تشريعاتي فظيع، يعني صرت أفهم أنا القانون الإنجليزي لحتى أنا أقدر فكر بتنفيذ المخططات. يعني انا بقول لك والله انا عم بمشي على القانون الفلاني، انا في بند بالماده المدري شو، انا على اساسها ماشي. طيب اذا بدي انا حكيت كمان بحلقه انه لما يصير ابديتس حتى انت عم تكونوا بقلب المرحله التعليميه والتدريسيه عم تكونوا اب تو ديت بقى للتشريعات والقوانين الجديده اللي عم تطلع بخصوص التخطيط 100%. وهي المعلومات وهي التشريعات وهي البنود وهي القوانين مو بس يصعب، نحن ما منفكر فيها، والدليل انه الطلاب اللي موجودين اذا بتسألهم مثلا، هلا نحن مو درسنا 3 سنين مثلا تخطيط بالكلية، جيب لي واحد يقول لي شو هو القانون رقم 10. قانون رقم 10 يلي فيه كتير من الاسس التخطيطية يلي اشتغلوا عليها، مو بس القانون رقم 10 والقانون رقم بظن 30 و25 مثلا، هدول فيهم علاقه، لهم علاقه مثلا بمشروع 66 اللي مشروع اللي موجود بدمشق. هدول نحن بنعرف عنهم شيء. طيب هن شو بنودهم؟ والله ما بعرف. طب وين بدي جيبهم؟ دور على الفيسبوك. عرفت انت شو بتصير المشكله؟ الشفافيه هون، هذا معيار انا في خاطره عن الشفافيه لازم احكي عنها بشكل جدا مهم.
اللي بيميز البلدان اللي موجودة بأوروبا الغربية بالذات وبأمريكا وكندا وأستراليا واليابان، أنه في شفافية كاملة بين التشريعات والحكومة وبين أفراد الشعب المواطنين البسطاء. يعني أنا بفتح هلأ على موقع الحكومة بما يتعلق بالأسس التخطيطية وبنزل لك كل شيء، بفهم كل شيء. حتى إذا بدك بتفوت على موقع عمدة لندن بتعرف الرسائل يلي انبعتت له وشو هو رد عليهم وشو كمان رجعوا ردوا عليه وشو صار في بيناتهم باك اند فورث. يعني مثلا انا بدي اسوي مشروع، بدي اخذ بلانينج بيرميشن، طب انا بعتت الطلبيه او بدي اخذ بلانينج بيرميشن من الكونسل، انرفعت لعمده لندن للمير في لندن، شافها قال لي لا ما فيك تنفذها وبعت لي الورقه. هي كلها موجودة على النت، أنا وأنت والكل فينا نفوت نشوفها. اللي بيضحك إنه الشخص اللي بده ياخذ بلانينج بيرميشن فينا يقول له لا أنت إذا ما بترد علي ب 30 يوم بتقلي شو الأسباب التفصيلية لأنك أنت رفضت المشروع، أنا مبلش بدها تتاخذ القصة للقضاء. وبالتالي يعني بما يعني لأنه شفافة العملية جدا ما بيصير في فساد إداري بسبب الشفافية. أنا قبل مبارح قررت فوت على موقع البرلمان السوري لحتى أنا أشوف شو التشريعات والقوانين، بدي أقرأ عن القانون 10 أكثر مثلا، ما بدي استقي معلوماتي من الفيسبوك، مو لازم يكون في جهة أنا بروح باخذ منها معلوماتي. يعني استغفرت ربي أكثر من وقت كنت عم صلي، فتحت في بي انات، سكرت في بي انات، حكيت مع مدري مين، بالاخير سكرت الموقع قلت ما بدي اصلا اشوفهم. في نقطه تتعلق بالشفافيه جدا جدا مفصليه بموضوع التخطيط. يبدو انه الحكومات اللي موجوده باوروبا الغربيه بتستمد قوتها من الشفافيه اللي بتحطها لقوانين او تشريعاتها، من الشفافيه. وبالتالي يعني هي اسبكت لازم كتير تبوت، يعني هي حكيت انت نقطة مهمة كتير حتى نتطور، انه حتى انت فيك تقرأ شو الريبلاي تبع المير تبع لندن. يعني انت ممكن تشوف مثلا حدا غيرك لما كان عم يحاول يعمل هاي الخطوة شو كان الرد، بقى انت ممكن بقى انت تصير تبعت الموضوع بطريقة تانية او تصلح هدول المشاكل اللي انت واجهتهم. حلوة جدا هي الشغلة، شغلة الشفافية نقطة كتير مهمة، بتسرع جداً العملية اكتر وبصير الواحد بيعرف حاله وين هو على الارض اكتر. صحيح. قد تكون المشاكل عنا بصراحة قد تكون تقنية اكتر ما تكون قصة مثلا ممكن يكون لها علاقة بالشفافية، لانه في عنا نحن تأخر شوي بموضوع التقنية انه يترجم بقى هذا الشيء لبي دي اف مثلا واضح ويكون رسمي 100% فيه كل المعلومات بطريقة صحيحة، وبتحس انه في تردد لحتى نحن نوصل لهي النقطة يعني. ولكن تنويه جيد جدا وجميل يعني بصراحة، واكيد يعني كل يلي باختصاصك او يلي عم يفكروا حتى انه هن يوسعوا دائرة البناء والعمران بيكون عندهم اياها، هي نقطة شائكة جدا وهن يعني بأمس الحاجة لهذا الريفرنس الواضح. في نقطة بس بدي احكيها، انه انا نطيت على الشفافية قبل ما انهي موضوع الاقتصاد. لا بس اختم موضوع العملية الاقتصادية، الخلاصة انه عملية تنفيذ المخططات تحتاج لموارد هائلة، تحتاج لمصاري كتيرة، تختلف عن العملية المعمارية، وبالتالي هي صعبة وبتحتاج لموارد حكومية ثابتة وغنية او قطاع استثماري ممتاز، وبتحتاج لفنيين واختصاصيين كثر 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 كثر. وبالتالي لهيك صحيح. لهيك صعب، او لهيك انت مثلا بيسجل جد جدك بجمعية سكنية بتستلمها انت، لانه لبين ما ينفذوا هذا المخطط اللي بده سبان، بده تايم سبان كتير كبير. فبالعاده هلا مثلا الحكومه هون البريطانيه شو مو الحكومه، خلينا نقول الانجليزيه والبرلمان الانجليزي، هلا حاليا عم بيتوجه من الانفاق الحكومي للخصخصه اكثر،
بتقلي طب ليش ما معهم مصاري؟ لا، مو ما معهم مصاري، بس بدهم يخففوا ضرائب. هنا بالعاده بيلموا ضرائب، بياخذوا ضرائب كتير كبيره لحتى ينفذوا هاي المشاريع، لكن من الحكومه بدها تجيب مصاري؟ طيب انا اذا بدي افرض ضرائب كتيره، بدي انا هرب المستثمرين من عندي، وبالتالي بلجأ للخصخصه لحتى انا اخفض الضرائب، اجذب الاستثمار، وهدول الناس يخلي الشركات الخاصه هي اللي تدفع. ولكن انا هون عم بحكي اقتصاد، ولكن في ارهاصات او تبعات لهي العمليه. شو هي؟ صح، لما انا بدي اعمل مشروع مثلا سوشيال هاوسينج امينوفسكي، او سكن اجتماعي، يعني هو بالمتناول، افوردبل هاوسينج، عرفت، الناس تقدر تشتري، مو بسعر السوق الطبيعي، شو بتعمل الحكومه؟ هي اللي بتنفق، هي اللي بتعمل دعم لهي، مثل لما بتدعم ربطة الخبز بتوفر عليك مثلا 50% وهي بتدفع 50%، لما تشتغل مشاريع افوردبل هاوسينج هي بتدفع مثلا 60% وبتخلي المواطن ليشتري هذا البيت يدفع ال 40% الباقية. طيب انا لما انتقل من سياسات الانفاق الحكومي لسياسات الخصخصة، انا ما عاد انا اللي عم بدفع، ما عاد فيني انا ادعم السكن، ما عاد فيني انا ادعم الافوردبل، وبالتالي بتجي الشركة الخاصة بتقول لك اوكي انا بنفذ لك المشروع، بس بدل ما تكون نسبة الافوردبل هاوسينج 60%، والله انا بدي انزلها لل 20%. اوف 20، يعني نزلت من 60% مجمع سكني ل 20% بس تعطي افوردبل هاوسينج؟ اي، مو انت اللي بدك ياني انا اصرف، انت ما بدك تصرف. صح. وبالتالي هون شو بصير؟ بتتعزز، اي هون بتتعزز الطبقيه، يعني الناس متوسطي الدخل. صح. والناس محدودي الدخل ما عاد بيقدروا انهم هن يشتروا، وبالتالي بيبعدوا لمناطق ابعد عن مركز المدينه، وهذا ما يسمى بشيء اسمه جنتريفيكيشن، اللي مره حكينا عنه وما في الا ترجمه العربي، الانتقاء الطبقي، فيك تقول استبدال الطبقي. الاستبدال الطبقي، وترجمتها العربيه بتفتح جوجل قال اسمها التحسين. شو التحسين بالعمليه اللي انا قلتها؟ تحسين فجله. ليش ترجمتها تحسين امينوفسكي؟ لانه برجع وبكرر انه الأسبقية المعرفية للعلوم التخطيطية هي للغرب، وبالتالي هن عم ينزلوا لنا المصطلحات. الباقي الشعوب عم تخربط بالترجمة، ما لها فهمانة شو عم يصير بالحقيقة، وبالتالي بتترجم بشكل صحيح. قلة أعداد اختصاصيين عم يقدروا انهم هن يترجموا الأدبيات التخطيطية وشو عم يصير بالحقيقة بالدول السنترال، ويقدروا يوصلوا هذا الشيء او هي المعلومه للبريفيرال كونتريز. بتلاقي عندك انت اغلب، ليش نحن عمليتنا التعليميه منتشره فيها هي اللوحات، ومنتشره انه التخطيط هو تصميمي اكثر من انه هو له علاقه بالسوشيال اسبيكتس او الكالتشرال اسبيكتس او الايكونوميكال اسبيكت؟ لانه معظم الدكاتره او الدكاتره والبروفيسوريه اللي عم يدرسوا هي المواد هن خريجين دول، يعني يا عندك أمريكا اللاتينية، يا شرق أوروبا، روسيا، ويا البلدان العربية، يا عندك آسيا وآسيا الوسطى. وبالتالي في عندك قلة اختصاصين عم ياخذوا المعلومات الصح وعم يترجموا المعلومات الصح من الدول اللي نشأت فيها فكرة التخطيط المدن بشكل الحالي اللي نحن عم نشوفه. هذا اللي عم قلت. صحيح. وهي نقطة. انت ميك موف، ولما شفت جنتريفيكيشن معناته تحسين، حط الترجمة الحقيقية على جوجل ترانسليت، خلي العالم تستفيد. وين ما في صعبة، كان ذكرت اكاونت وكذا وتحط له انه هي الترجمة الصحيحة وكذا، وبعدين يجوز عليها لا تخاف علي امينوفسكي، يعني. انا بصدد نشر مؤلف الي عن التخطيط الحضري المعاصر ان شاء الله بالسنه القادمه، وفيها هي المعلومات بشكل تفصيلي. يا جماعه ما بعرف، من تحت الطاوله عم تشتغل. عم اقول لهم انه هي معلومه جديده ما كنت دريان فيها، من تحت الطاوله انت عم تشتغل، عم يراجع، عم يذاكر. لا انت سالتني سؤال انه ليش ما انت عم ترجمها عشان تنزل صح. والله ممتاز، والله انا احييك وبشجعك بصراحه. والكفر والكفر تبع البوك تبعك ديزاينر، كفر عليك دخيل قلبك. ان شاء الله يكمل معي، لانه تحضير هي المعلومات امينوفسكي يعني بياخذ
وقت خطير، بياخد وقت بدك فظيع. تكون متأكد لكان وعندك انك تجمع الريفرنسز وتعرف ترتب اوف لا جد جد، شي لأنه بخوف. المعلومات إنجليزية وبدك تلاقي الترجمة اللي تقدر توصل لعقلية القارئ العربي بالشكل الأمثل أو بالطريقة الصحيحة. صحيح فعم صحيح حاول صحيح، إنه ألعب على هي النقطة، إن شاء الله إنه إن شاء الله يكمل. موفق إن شاء الله. هلا يطول بصراحة الحديث عن التخطيط، يعني بقى حسيت أنا إنه وصلنا، يعني هيك تعبت شوي أنا، بقى خايف كمان على المشاهد والمستمع إنه يكون تعبان وهو متحمس لهذا الموضوع. بقى شو رأيك كمان نقسم الحلقة لجزئين، وبالحلقة الجاية إن شاء الله بالأسبوع الجاي نحكي أكثر عن موضوع التخطيط، لأنه لسه في كثير نقاط ما حكينا عليها. يعني لسه تخيل، هلا أكيد. نحن عرفنا التخطيط، حكينا بالمصطلحات شوي، حكينا شو علاقته بالاقتصاد، لسه في معلومات كثير مهمة يعني لازم نحكي فيها. تماما، ولسه هذا كله غيض من فيض. يعني انا عم بذكر رؤوس اقلام، بتمنى تكون يعني مثل عم بعطيكم راس الخيط مثل ما بيقولوا، انكم تكملوا تبحثوا. يعني للاسف المكتبه العربيه بموضوع الادبيات التخطيط جدا ضعيفه، و اي ضعيفه. فانت الصراحه لو بدك تاخذ معلومه صحيحه، بدك تكون لغتك الإنجليزية جيدة جدا، جيدة جدا جدا جدا. فهي تشالنج، هي تشالنج كتير مهم، صحيح حكيناه بحلقة تشالنجز اللغة الإنجليزية الصراحة. صحيح صحيح. أنا كثير حابب أتشكرك على أوكي حلقة اليوم وعلى المعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها، كثير انبسطت بصراحة وكثير استفدت، حكيت لي كثير حبيبي شغلات ما حبيبتي، كنت بعرفها، وحبيت الاختصاص عن جد من قلبي، حسيت فيه هيك فرايتي، فيه تنوع، فيه اختصاصيين، فيه عقليات، والموضوع هيك واسع وكبير، ايه وعم نطلع نحن هيك مثل رقعة الشطرنج مثل ما قلت أنت، وفي بيادق قدامك صح وبدك تحرك وتخطط، صح ايوه وشغلتك شغلة يا لوكا. 100% 100%. ان شاء الله بنكمل بالحلقة الجاية، يعني بكمل لكم اكثر عن موضوع التخطيط تماما وبنوصل لنقاط يعني بتمسنا. حاول يعني اتناول مواضيع تانية، وان شاء الله تعجبكم الحلقات. ونراكم إن شاء الله بالحلقة اوكي القادمة من قوس بودكاست. يلي عم يتابعنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا الدعم، لأنه هاي محصلات عمر شكرا، ومحصلات دراسة، ونحن عم نعطيكم إياها على طبق من ذهب. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. نراكم والسلام عليكم.